قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. الحلقة اليوم خطيرة جدا أيها الإخوة، وثيقة سرية من الناتو تقول أن الجزائر تهدد الأمن في منطقة البحر المتوسط. الجزائر تنعت من وثيقة سرية، وروسيا رسميا تغلق الغاز على فرنسا. فرنسا بحر لا يوجد غاز روسي منذ يوم 15، يعني من زيارة هذا ماكرون لكييف أغلقت روسيا الغاز على فرنسا. ونفس الشيء إيطاليا ستخفض بنسبة 50%. لكن الوثيقة السرية في الواقع كيف توصلت للمعلومة؟ كنت في حوار منذ تقريبا نصف ساعة مع القناة الجزائرية الدولية Al24 News باللغة الفرنسية، وكانت هذا أحد اقتراحاتي منذ سنوات، وأنا ألح والحمد لله تعاملت، وهم صاروا أصدقائي لأن أخرج معهم باستمرار بالفرنسي والعربي. وقلت لهم أعملوا كل القناة بلغة، يعني ما تخلطوش عربية فرنسية إنجليزية. قالوا لي هذا في البرنامج. طيب عبد الصحفية باللغة الفرنسية، والبرنامج 30 دقيقة، كانوا ثم ضيفين آخرين، ضيف إسباني وضيف جزائري لأسباب تقنية قاهرة لم يتمكن. يعني صرت وحدي 30 دقيقة باللغة الفرنسية وأنا وحدي مع الفانتياتر نيوز حول الناتو والجزائر وأزمة إسبانيا. الصحفية باللغة الفرنسية الجزائرية جاءت لي وثيقة سرية للناتو. كملت البرنامج مباشرة، في مشيت للناتو وخرجت الوثيقة السرية للناتو هذه. فعلا هذا ما كنت أنبه إليه، الناتو يعتبر الجزائر خطر وتهديد لأمني. أنا جايينكم بالتفاصيل المفصلة اللي تبع الفرنسية فقط، ونقرأ شوي بالفرنسية ونترجموها ونحلوها في نفس الوقت. خلينا نشوف التطور الثاني القوي والمسائل مربوطة ببعضها، حتى وثيقة الناتو تربط المسائل ببعضها. اليوم خرجت في كل الصحف الفرنسية وسائل الفرنسية روسيا قطعت الغاز على فرنسا. قطعت، تعرفوا ما معنى قطع؟ ما فيش، الناس يمسحوا مع الدب الروسي فاكرين، وهو يقول لهم تدفعوا بالروبل وتدفعوا بشروطنا، وهم يمسحوا معه ماشيين لكييف، مستشار الألماني ودراغي الإيطالي وماكرون إلى آخره، يتصوروا أن الدب الروسي يمزح. لا يمزح. نجو الآن للجزائر. قلت لكم والله أنا كم مرة رأوا في بعض الأحيان يقولوا لي يا أخي رياض تهول تبالغ، الأخوة المغاربة يا ربي هديهم، يقولوا لي لا أنت تقول الجزائر تتسلح ضد الناتو، الجزائر تتسلح ضد المغرب، ومن هي الجزائر ضد الناتو؟ أول شيء أنا قلت نقول ديما ونكررها، وعندي حلقات كثيرة جدا في هذا الموضوع، أراه الجزائر تتسلح دفاعيا ضد الناتو، لم أقل هجومي، لم أقل أن الجزائر تتسلح لتهاجم على الناتو، لتهاجم على الناتو، لا، وتتسلح سلاحا نوعيا للدفاع عن نفسها من هجوم محتمل من الناتو. وأعطيتكم مقولة الجنرال جياب، قال ربحنا حرب معركة ديان بيافو في ماي 1954 ضد فرنسا لأنه عندنا قاعدة ذهبية، وهي أن يجب علينا دائما أن نستعد للأسوأ حتى نحافظ على المبادرة، يجب علينا أن نستعد للأسوأ، أسوأ السيناريوهات نستعد لها. الجيش الوطني الشعب الجزائري نفس الشيء، شافوا ليبيا كيفاش ضربوها ودمروها الناتو، يستعد للدفاع عن نفسه، لما قلنا ليهاجم أوروبا. جيناهاش اليوم وثيقة رسمية من الناتو. أي باش نبدو نقرأ بالفرنسية ونترجمه ونحلو مع بعض، وبعد نجم نعمل لكم يعني رابط للوثيقة، وإذا نزل الليلة مساء متأخر اليوتيوب تاعي مع Al24 News بالفرنسية نعمل لكم رابط نزل زيادة. ليز أجونس يقول لك الأليونس بوليتيكو ميليتير دو لوتون، يعني الناتو التحالف العسكري السياسي الناتو لأنه عسكري سياسي في نفس الوقت، استيم كو لالجيري بوغي كوبيي لا روسي اي يوتيليزي سي ليفريزون دو غاز الجيريان او بيي دو او بيي دوروب دو سود
كوم اون ارم جيوبوليتيك. يقول لك ان الجزائر يمكنها ان تنقل تعمل مثل روسيا وتستخدم امدادها الغاز للدول الاوروبيه كسلاح جيوسياسي، كسلاح جيوسياسي. الناتو يقول في الوثيقه السريه هذه a qualifié l'Algérie de risque pour la sécurité de l'Europe. اعتبروا ان الجزائر خطر على الامن الاوروبي. Risque pour la sécurité de l'Europe. هذا كلام الوثيقه السريه. Selon un document confidentiel dévoilé par la version germanophone du site d'information américain Business Insider. حسب وثيقه سريه تم نشرها من النسخة باللغة العلمانية للموقع الأمريكي Business Insider. طيب شفتوا مش لما كنت أمزح أو أبالغ، لا والله مع جنرال جياب إن شاء الله نقول صوت نزهيكم مع وريبو مدين، استعد للأسوأ حتى تحافظ على المبادرة، أعمل سيناريوهات استعداد للأسوأ. من الجزائر عندها غواصات وتطلق صواريخ عابرة القارات ووات، يقول كلمة لك كان كينسوني والجزائر في البحر المتوسط تعطيها للروس، والأس 400 والأس 500 سيكونوا قريبا والسخوة بجميع أنواعها. أنا تستعد للأسوأ. L'alliance politico-militaire a précisé dans ce document datant de début juin que la menace الناتو في الوثيقة هذه هي بداية جوان، يعني نقولوا احنا لها أسبوعين تقريبا، لها أسبوعين أو عشرة أيام من اللي خرجت الوثيقة هذه. يقول لك que la menace provient des livraisons de gaz algérien aux pays de l'Europe du Sud et plus particulièrement à l'Espagne. وانا تجي مهدد دول الجنوب وبخاصة إسبانيا، يذكر إسبانيا. هذا السبب قلت لكم يا أخوة في أكثر من حلقة ركزت على إسبانيا وقلت في البرنامج هذا باللغة الفرنسية، هل سانشيز وزير الخارجية بنت راسهم أم بنت أذنيهم؟ يعني تلقوا أوامر من ناتو أم مبادرة فردية منهم؟ لأنهم لعبوا باقتصاد إسبانيا ولعبوا بمصالح إسبانيا، ثم حشر الجزائر كالجزائر حليف لروسيا، يعرف حليف الروسي شنو المشكلة. مول الوزير الصهيوني في المغرب قال الجزائر حليف لإيران وحليف لإيران وصديقة لإيران، وما دخلك أنت في ذلك. يلا نجو بين مزدوجين، هذه من الوثيقة السرية. يقول لك il y a un risque que l'Algérie هذا كلامهم utilise ses livraisons de gaz comme moyen de pression politique à l'instar de la Russie. Cela représenterait un risque pour la résistance politique et économique de l'Europe. À long terme, cela menacerait le statut de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie pour l'Europe. حسب a estimé l'OTAN. حسب ناتو يقول لك الجزائر ثم خطر حقيقي ان الجزائر تستخدم تزويد الغاز كوسيله ضغط سياسي مثل ما تفعله روسيا بوتين، وهذا يمثل خطر لأوروبا من ناحية الاقتصادية والسياسية، وعلى مدى بعيد هذا يهدد أو يزعزع وضعية الجزائر كمزود للطاقة بالنسبة لأوروبا. يعني يقول لك الجزائر ممكن يوقف علينا الغاز، هم إذن خطر. Le document consulté par Business Insider ne mentionne pas de solution, mais rappelle que la sécurité énergétique est considérée depuis de nombreuses années comme un facteur important en matière de politique étrangère et de sécurité, y compris au sein de l'OTAN. خلينا نترجموا الاخوة ما يعرفوش فرنسية. يقول لك الوثيقة هذه اللي نشرتها أو طلعت عليها الموقع الأمريكي باللغة الألمانية Business Insider ما تحكيش على الحل، ما هو الحل بالنسبة للناتو في مواجهة الجزائر، ولكنها تذكر بأن الأمن الطاقة يعتبر منذ سنوات عدة ك بين قوسين ان فاكتور امبورتون، كعامل هام في كعامل هام فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن داخل دول الناتو. شفتوا يعني جماعة جادين، الجزائر قال لك تعمل لنا كروسيا توقف علينا الغاز تهدد أمننا، كي تقولوا تهدد أمننا مباشرة السلاح والجيش الحرب، لما نحكوا على الأمن.
نعرف انه كيسنجر اعتقد قالوا ذكرها في مذكراته انه الامريكان عندهم خطه عسكريه لاحتلال السعوديه في ظرف ساعتين، لاحتلال ابار النفط وحقول النفط في منطقه الشرقيه السعوديه في ظرف ساعتين، خطه عسكريه موجوده في درج البيت الابيض والبنتاغون اللي توقف عليهم السعوديه ويجي نظام ثوري حتى يحتلوا المناطق. وكيسنجر قالها قال النفط السعودي، النفط السعوديه على اراضي سعوديه لكنه ليس ملك السعوديه، هو ملك امريكا. هذا كلام كيسنجر. كملوا. Les inquiétudes de l'OTAN quant à l'utilisation par l'Algérie des livraisons de gaz comme arme géopolitique interviennent après la menace brandie le 27 avril dernier par l'Algérie de rompre le contrat de fourniture de gaz à l'Espagne si elle venait à l'acheminer vers une destination tierce. قلق انزعاج قلق قلق الناتو من استخدام الجزائر لعملية تزويد الغاز كسلاح جيوسياسي جاءت مباشرة بعد التهديد الجزائر في 27 أفريل الماضي، يعطي التاريخ، بقطع وبإلغاء العقد تزويد إسبانيا بالغاز إذا ما بعته إسبانيا لطرف ثالث. يعني إذا إسبانيا بعت الغاز لمثلا المغرب، الجزائر توقف تزويد الغاز لإسبانيا. أنا ترعبوا جماعة الناتو، ترعبوا جماعة الناتو، ترعبوا. قال لك من هنا بدت القلق، لكن القلق منذ مدة طويلة جدا. هم مش عاجبهم تسلح الجيش الوطني الشعبي الجزائري ونوعية الأسلحة التي يقتنيها من حلف روسيا، مش عاجبهم التحالف مع روسيا ومش عاجبهم التحالف مع الصين. Une autre partie du gaz algérien arrivée jusqu'en octobre 2021 en Espagne à travers le gazoduc de gazoduc Maghreb-Europe, passant par le Maroc, mais Alger l'a fermé après la rupture en août de ses relations diplomatiques avec Rabat, privant ainsi le Maroc. يذكرون الجزائر أغلقت أنبوب الغاز المر عبر المغرب. La fermeture de cet important gazoduc et la menace de rompre le contrat de fourniture de gaz à l'Espagne avaient fait suite à la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement en flux inverse du gazoduc Maghreb-Europe pour aider Rabat à garantir sa sécurité énergétique. وهذا كلام مهم، يعني كلام الوثيقة السرية يقول لك بدأت بعد ما أغلقت الجزائر أنبوب المر عبر المغرب، إسبانيا تنقذ في المغرب وتعيد له، تستخدم نفس الأنبوب لكن بضخ غاز من إسبانيا إلى المغرب. في كل الحالات ما قلت لكم أنا أبحث دائما عقلاني، بحث علمي عقلاني، يعني لا أحب أن أهول وفي نفس الوقت أن نقول أن الخطر صفر. الناتو الآن رسميا عندها وثيقة، وطبعا تسريبها راهو هي حرب أعصاب ضد الجزائر وضد الجيش الوطني الشعبي الجزائري وضد القيادة السياسية الجزائرية، ومش تسريبها هكذا حدثت، لا، هم تسريب معم يعني عمدا، وموقع أمريكي شهير وباللغة الألمانية عمدا يتم تسريب هذه الوثيقة اللي هي وثيقة رسمية سرية داخل الناتو. لهذا قلت لكم في حلقات كثيرة البعض يسخر مني وانت تحكي الجزائر تتسلح ضد الناتو نعم الجزائر نوعية سلاحها هي ضد الناتو، واضح، مش ضد الأشقاء المغاربة، مش ضد الأشقاء في ليبيا، مش ضد تونس، مش ضد مالي. أنواع السخوي آخر موديلات والميج وخاصة الغواصات المتطورة جدا، الاس 400 هذا فقط الاس 400، مش نحكوش على الاس 500 وسيكون قريبا في الجزائر إن شاء الله. الاس 400 والله وأنا جاي في تي جي في من باريس جنيف مجلة لو بوان أعتقد عاملة ملف كامل على الحرب في أوكرانيا، عاد يعطوا خصائص الأسلحة نقرا. الاس 400 يقولوا، لأن خاطر أنا عايش في جنيف، يقولوا البطارية مثلا في باريس وينجموا يسقطوا الطيارة في جنيف، هي تقريبا 400 كيلو 450 كيلو باش تعرفوا، يعني تقريبا نص البحر أو أكثر من نص البحر المتوسط كله تحت رحمة صواريخ الاس 400. يعني أي طائرة معادية تريد أن تسقط الجزائر تسقط. هذا الاس 400 تو الاس 500 دخل الآن في المعركة، السخوي 57 دخلت الآن في المعركة، وأنا متأكد
انه مع زيارات والعلاقات الوثيقه جدا معروف على الروس احقاق الحق حتى في البرنامج باللغه الفرنسيه اللي عملته قلت الروس هذوما لم يقصفوا حتى عاصمه عربيه ومعروف عندهم الوفاء وفاء لسوريا وفاء لبشار الاسد الشرق في النهايه هم يحسبوا على الشرق مش الغدر والطعن كما يقول الان شويه مدير المخابرات الخارجيه الفرنسيه السابق يقول احنا في الغرب واحنا بالذات في فرنسا نخدعوا ونكذبوا وما يصدقنا حد في العالم العربي نستقبلوا بشار الاسد ونعطوه افضل ميداليه ومن بعد نتامروا عليه نستقبلوا معمر القذافي نعملوا له خيمه في حديقه الاليزي ومن بعد نقصفوا. لا الروس والصينيين جادين لهذا الجزائر واضح انه علاقتها بروسيا علاقه استراتيجيه. وعدوا لهم سبحان الله نرجع للقران الكريم وعدوا لهم ما استطعتم. نتسلح لحماية أنفسنا عند نموذج ومثال ليبيا وليبيا مع عمر القذافي كان صديق ساركوزي وصديق كامرون وصديق هيلاري كلينتون بنته ولده معتصم كان صديق هيلاري كلينتون باش يجي على البنتاغون وعلى الخارجية الأمريكية وبعد قصفه. إذا هذا أخطر شيء أني عندي الآن وثيقة ملموسة تدعم أطروحتي ماتيز تدعم أطروحتي في كثير من الحلقات اللي بعض فيهم تهمني بالمبالغة والحديث وهذا كلام فاضي لا الآن عندنا وثيقة رسمية سرية لم تعد سرية بعد تم نشرها وشكر الصحفية الجزائرية باللغة الفرنسية اللي أعطتني معلومة وسؤال يعني مباشرة ذهبت وبحثت في الانترنت وان شاء الله نثبتها لكم حتى تقروها بالفرنسيه للمهتمين باللغه الفرنسيه. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.